كزويق الله ويعطي فرصة لمنتخب غينيا والهجوم خطير التصوير والهدف الأول الهدف الأول للمنتخب الغيني نبي كايتا قلنا أخطر لاعب غيني في المباراة يسجل الهدف الأول بمغالطة لكل الدفاع التونسي لاعب ومحترف اير بي لايبزيج الألماني بفنياته بسولاته يعطي الأسبقية للفئة الغينية في توقيت صعب منتخب التونسي من جديد يعيش سيناريو الكونغو الديمقراطية 37 دقيقة لعب قلنا مشاهدينا الكرام إن شاء الله ما ننتموش على الفرص اللي أهدرنا عديد الفرص وعلى كل نبي كايتا كان وراء كل الهجوم الرائع للمنتخب الغيني سايدو باسوما بقميصه رقم 18 أمامنا يحضر لنبي اللي في اليسار حط الكرة في شباك البلبولي كان هو في البداية وهو في النهاية نبي وينو الشعلالي وينو فرجاني وينو بن عمر وينو كل محور الدفاع هذه هي المنظومة الغينية تضرب العصور التونسية باليسارية لنبي كايتا اهتزاز جماهيري كبير قلنا أكبر لاعب حاليا غيني على مستوى الكفاءة عكس خذوا بن عمر بن عمر بن عمر يوصل للمساكني المساكني عديها كرة رائعة يا لسان هات مخالفات سيكازوي ايش يقول سيكازوي يعطي الورقة الصفراء لبالدي لسليمان بالدي لماذا هذا القرار هل هو كان آخر مدافع أم لا أعطينا الصورة خلينا نشوف الكرة خلينا نشوف الكرة لعثمان بالدي هذا الانذار رائعة كرة المساكني لطه ياسين الخليصي المخالفة أكيد خارج المنطقة 18 ولكن يبدو أنه بالدي كان آخر مدافع قد يكون بالدي هو آخر مدافع وسيكازوي بالحنان يا حبيبي بالحنان يكتفي بالانذار المرة هذه المساكني باش يحطها له وفي الشباك باش يجيبها له إن شاء الله يا ربي عالي المنتخب التونسي يعود إلى حجرات الملابس بهدف التعادل لنبي بانكورا ينتظر نهاية المعركة يعرف أن الكرة ثابتة للمساكني غدارة فيها شرارة نبيل معلول لنادي لحمد النجاس هو أمامنا ربما يقول له ادخل في الجدار الدفاعي الغيني لحشف الرؤية للحارس عبد العزيز كايتا كايتا يواجه الدفاع الغيني المساكني سيسكن الشباك الغينية المساكني في انتظار التركيز جدار غيني بالسبع لاعبين في وسط بن عمر والروج فخر الدين يوسف المساكني يوسف اللمس معاه معلول الياساري الغدار لكن يوسف هو اللي مش يشوط يوسف المساكني يوسف جول جول يليه شبالو شبالو يوسف المساكني يسكن الشباك جول 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 يوسف جول هو اللي يسلسل 12 مليون تونسي بالفرحة والدموع المساكني نسر من النسور اللي أمنت لتونس طريق العبور موسكو يا توانسة تستنى فيكم شوف الكرة في التسعين جبانو يوسف المساكني وحده وحده المونديال بين أيديكم الليلة عيدكم الليلة عيدكم راهو توسمنا فيكم الخير واستنينا وما خاب ظن بكم برافو يا رجال برافو يا رجال جبتوها من الأدغال أمام الأفيال سيكازوي يعلن على نهاية غايلان يرجع في وسط الميدان ترجع الكرة لتونس يلا يا شباب يعدي أملاه يراوغ والكرة ما زالت للأحمر التونسي مساكني معلول على اليسار يا يوسف مع المساكني تصويب التصويب جول شبانو شبانو في الشباك عدالو يوسف جول يوسف جول يوسف جول
يا سلام يا سلام، كرة تونس الجميلة تبهر الجماهير الغينية وتسعد الشعب التونسي والعربي. إيش هالليلة يا نصور، اكليتو ومشمشتو الأفيال في قلب الأدغال. يا نبيل يا نبيل يا نبيل، التوانسة سنادد والليلة عندهم أعلى جو وأعلى عيد. هو يوسف البرازيلي، هو يوسف التونسي، غدار باليسار باليسار في نهاية المشوار. ليلة القبض على الأفيال الغينية، لا تفيدكم أموال الكونغو التحفيزية ولا جماهيركم القوية. فرجاني ساسي وغادر وأيمن الترابلسي جاء بديل. هذه الكرة بنعمر وسط الميدان، فرجاوة إلى الأمام ويوسف الغدار باليسار جابها له وفي الشباك حتى له. الليلة مشاهدينا الكرام، منتخب كوموندوس بقيادة نبيل معلول يزحف على الأراضي الغينية، يدق حصونها لترفرف الراية التونسية كأجمل ما يكون. انتصار إن شاء الله لبيسما سانكو. انتشار سليم للنسور، النسور قريبون من العبور. والله يا يوسف امسكني، يا يوسف شبهانو، يا يوسف شاك ياسين، بن عمر بن عمر، جول جول، شابوها الاولاد، جول بن عمر، جول بن عمر، جول يا الاولاد، صلي على النبي عليكم، شابوها النسور، فرحونا فرحونا فرحونا. هيا هيا الكرة التونسية يا سادة، هذه تونس بأبطالها ورجالها، شرف النجمة والهلال يا سادة. هذم هما التوانسة، هز راسك يا هشام، هز راسك يا منصف غدارة، هزوا روسكم يا رجال، شرفتوا النجمة والهلال. يا سلام على تونس، يا سلام لمساكني بأسيس خيالي بن عمر اختر بشر. بعد الآن المصري البارحة غينيا اليوم، يا بن عمر يا بن عمر يا اختر بشر، شوف منين جاء، جاء من بعيد، جاء من سوسة بن عمر، وصل إلى كوناكري وسجل الهدف. يا سلام يا سلام، تعظيم سلام لمنتخب رائع، منتخب عجيب ورهيب. الليلة عيد أيمن الترابلسي، الترابلسي لبن عمر، بن عمر كرة سريعة لعلي معلول، علي معلول يحاول التوقيت، جول 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 بالرباعية، نار 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 يا حبيبي نار. شنو هذا؟ شنو هذا يا توانسة؟ شنو هذا يا توانسة؟ لمساكني يسكنني غينيا، لمساكني شابهالو. يا نبيل يا معلول، ايش حديت لها يا معلول؟ من علولو للمساكني، جول 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 جول. تونس يا سلام، تونس الى الامام. يا سادة هذه تونس، يا سادة هذه تونس بأبطالها بالمساكني ورجالها، شرف الراية التونسية. راكم توانسة، قلت لكم هزوا روسكم. والأرقام تؤشر على 5 انتصارات لتونس، وهذه كرة لمساكني يا يوسف يا مساكني، غريبة ولا عجيبة؟ تصويب رائع رائع من يوسف بجانب الحارس عبد العزيز كايتا. هذا هو اللي نحبوه، هذا هو المنتخب اللي نشاهدوه، منتخب هجومي منذ البداية. يوسف المساكني، التسويب بجانب عبد العزيز كايتا. يوسف غدار، يوسف المساكني، المساكني اتكسر العرضة، المساكني كسر العرضة. ساديو ديالو وبن عمر والشعلالي المقاتلين الشرسان، وعلي معلول علولو بكامل حلوله يمر لشكون لطه ياسين الخنيسي، وعلي جول، علي جول غريبة. لا يا علولو لا، حرام عليك يا علولو، هزيت 12 مليون. كل التوانسة الآن
اهتزوا يا علي يا معلول. كرة من ثمن العمالقة لياسر الخنيسي رائعة، وعلي يراوغ عبد العزيز كايتا، ومعلول يخرج الكرة خارج الشباك. فرصة كبيرة لنسول الوصول إلى النبي كايتا، وكرة قد تكون في دار علي معلول، وهذا اللي صار من النبي كايتا اللي وزع. شفنا سوء التغطية الدفاعية، وقلت أنا قبل أن يصلنا بكايتا وأنه سيلعبون في دار علي معلول، وفعلها الغينيون. يلزم الدفاع التونسي يرد باله، التنظيم الدفاعي للمنتخب من المفترض أنه ياسين مريح يغطي على علي معلول، والرامي البدوي في التغطية على حمدي أن